الإصحاف التلفزيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور سورة الطور. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 52 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت بالطور لاستهلالها بالقسم الإلهي بجبل الطور. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 76 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 49. عدد الكلمات 312. عدد الحروف 1293. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 48، المنسوخة 1. مواضيعها. بعد القسم الإلهي في أولها تثبت ألوهية رب العالمين وقدرته المطلقة. تتابعت الآيات تصف هول يوم القيامة والظواهر الكونية الكبرى المرافقة له، وكيف سيؤول فيه المكذبون إلى النار. عرضت حال المتقين وهم يتنعمون بفيض الخيرات من الله. حضت الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعة التذكير والدعوة للإسلام، وردت على تساؤلات المشركين عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنه دعوته. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والتسبيح عند القيام أول النهار وآخرة. المصحف التلفزيوني. سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على سفر رسالة يهوذا. اسم الكاتب الرسول يهوذا.
تاريخ ومكان الكتابة: كتب سنة 65 ميلادية. عدد الإصحاحات والآيات: عدد الإصحاحات 1، عدد الآيات 25 آية. ترتيبه: هو الرسالة 26 من رسائل العهد الجديد في الكتاب المقدس. غرض الكتابة: تذكير الكنيسة بحاجتها الدائمة إلى الحذر كي تظل قوية الإيمان. الشخصيات الرئيسة: يهوذا، بولس، يسوع المسيح، موسى، أخنخ، إلينا، قابيل، بلعام، قورح. الأماكن الرئيسة: سدوم، عمورة، روما، مصر، كورينثوس. الموضوع: يتحدث الفصل الأول عن خطر المعلمين الكذبة وواجب المؤمنين في الدفاع عن الحق ورفض الزيف والرذيلة، متذكرين أعمال الله الجبارة في الإنقاذ، بينما يطلب يهوذا من المؤمنين في الفصل الثاني أن يبنوا إيمانهم بالصلاة ملتصقين بالمسيح ومبغضين الخطية. المصحف التلفزيوني. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، الثوم لا يخلو منه أي مطبخ في العالم، فهو أشهر نبات طبي على وجه الأرض مع أخيه البصل، وقلما ينعدم من سلة معلقة في المطبخ. للثوم دور فعال في علاج التهابات القصبات المزمن والتهاب الغشاء القصبي النزلي والزكام المتكرر والإنفلونزا، وذلك نتيجة لطرح نسبة كبيرة من زيته، أي زيت الجارليك، عن طريق جهاز التنفس عند تناول الثوم. وللثوم دور فعال في قتل البكتيريا ومقاومة السموم التي تفرزها، وتعتبر بكتيريا السل حساسة بشدة لمادة البكتيريا الموجودة في الثوم. تمتد فوائد الثوم إلى مجال الأورام الخبيثة، ففي حالة طحنه ينتج مادة تعرف باسم دايليل، التي تؤدي إلى تقليل حجم الأورام السرطانية إلى النصف إذا ما حقنت بها، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤدي إلى توقف التصاق المواد المسببة للسرطان بخلايا الثدي. يفيد الثوم في حالات السعال والربو والجمرة الخبيثة وقرحة المعدة والغازات والتهاب المفاصل، ويدر إفرازات الكبد، أي الصفراء، كما يفيد في تخفيض ضغط الدم. يزيد الثوم من مناعة الجسم ضد الأمراض، كما يكسب الجسم نشاطاً وحيوية ويزيده حرارة. يفيد في حالات الأمراض المعوية العفنة،
ويطهر الأمعاء خصوصا عند الأطفال. يفيد الثوم مرضى البول السكري كثيرا في وقايتهم من مضاعفات المرض. المصحف التلفزيوني. سورة المائدة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. الغراب. الغراب جنس من الطيور ينتمي إلى فصيلة الغرابيات، يعتبر من أذكى أنواع الطيور وأمكرها على الإطلاق، فهو كائن اجتماعي يعالج الأمور بشكل يشبه البشر، يتوقع الأحداث ولديه خيال واسع، يفكر ويدرك ويتعامل مع الواقع بحكمة. بيّن العلماء أن الغراب يتذكر وجه من يؤذيه لسنوات طويلة، ويحمل في داخله الحقد لهذا الشخص، وأنه يستطيع تمييز الأصوات البشرية بسهولة، ويخدع ويغش ويحتال للحصول على الطعام. إن معظم ريش الغربان يتميز باللون الأسود ذي اللمعان الواضح، والذي يجعلها تتوارى في ظلمة الليل عن أعدائها من البوم والصقر. تقوم الغربان بإصدار أصوات عالية، فلكل نوع منها صوت بتردد معين، تعتبر هذه الترددات بمثابة شفرات للمجموعة الواحدة. المصحف التلفزيوني. بطاقة الآية 33 من سورة البقرة. موقعها الجزء الأول، الحزب الأول، الربع الثاني. موضوعها قصة آدم عليه السلام. عدد كلماتها 25 كلمة. زمن نزولها نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة. But
المصحف التلفزيوني. حدثنا إياكم والجلوس بالطرقات. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المصحف التلفزيوني. أفتعلمون لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. ومما أعزنا الله به في تشريعاته السامية الثابتة منذ 14 قرناً قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. المصحف التلفزيوني.
تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قصة قارون. كان قارون من أقرباء موسى عليه السلام، وقد رزقه الله من الأموال والكنوز ما جعله من أغنى أهل مصر، فكان يفتخر بغناه ويستكبر على قومه ولا يشكر نعمة الله، فغضب الله عليه وخسف الأرض به وبأمواله. المصحف التلفزيوني. يا خاتم الرسل الكرام ومن به حلل النبوة زانها التطريز، أنت المصفى من قبائل هاشم، بك أصبحت للمكرمات تحوز، أنت الذي رفع المهيمن قدره وعدوك الواهي العرى الملموز، أنت الذي بصرتنا بعد العمى فبنور رشدك نهتدي ونميز، أنت المخصص بالشفاعة للورى طرا وأنت على الصراط مجيز، بك أستجير وأستغيث وأرتجي إني بجاهك في المعاد أفوز. يا خاتم الرسل الكرام ومن به حلل النبوة زانها التطريز، أنت المصفى من قبائل هاشم، بك أصبحت للمكرمات تحوز، أنت الذي رفع المهيمن قدره وعدوك الواهي العرى الملموز، أنت المخصص بالشفاعة للورى طرا وأنت على الصراط مجيز، بك أستجير وأستغيث وأرتجي إني بجاهك في المعاد أفوز.